هذا الفيديو إهداء للزميل ود الشيخ من السودان الشقيقة. سألني في تعليق على أحد الفيديوهات كيف أنت نجحت في امتحان المزاولة البريطانية وكيف ممكن أهاجر لبريطانيا كممرض وأشتغل فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم في قناتي مذكرات ممرض، نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء، وفي هذا اليوم رح نتكلم بالتفصيل الممل عن كيفية هجرة الممرض إلى بريطانيا والحصول على مزاولة المهنة البريطانية وفيما بعد العمل في هذه البلد والحصول على جنسيتها. طبعا بالنسبة للمدة اللازمة لإتمام كل الإجراءات تختلف من شخص للثاني حسب عدة عوامل، أهمها أنت دارس جوا بريطانيا ولا برا بريطانيا. الناس اللي درست تمريض جوا بريطانيا بتخلص ورقها أسرع من الباقي. علشان تشتغل في بريطانيا في النظام الصحي البريطاني اللي بسموه National Health System NHS لازم يكون معك مزاولة مهنة من نقابة الممرضين والقابلات البريطانية اللي بسموها Nursing and Midwifery Council NMC. في الغالب الموضوع باخذ من 6 إلى 8 أشهر، 3 أو 4 شهور في بلدك و3 أو 4 شهور أول ما توصل بريطانيا. في امتحانات راح تقدمها في بلدك وفي امتحانات راح تقدمها أول ما توصل، وبعد ما توصل ب3 أو 4 شهور بصير معك مزاولة المهنة وبتقدر تشتغل. الموضوع بتكون من أكثر من خطوة، فالوقت اللازم لإتمام كل البروسيس بيعتمد على الوقت اللي راح تأخذه لإتمام كل خطوة على حدة. فيما يلي راح أبدأ أشرح لك بالتفصيل الممل كيف ممكن تسجل كممرض قادم من خارج بريطانيا في نقابة التمريض البريطانية. الخطوة الأولى لازم تجمع كل شهاداتك ومؤهلاتك وكل الوثائق اللازمة عشان تسجل في نقابة التمريض قبل ما تبدأ تدرس للامتحانات. فكل الشهادات اللي بحكي لك عنها بدك تجمعها، تعمل لها سكانينج، تنزلها على فلاش ميموري أو على تليفونك. ملاحظة مهمة قبل ما أبدأ، لازم يكون اسمك في كل الوثائق نفس الاسم بالضبط بالحرف، يعني ما يكون اسمك مثلا في جواز السفر يكون اسمك ناصر بالإي زي هيك، وفي شهادة الجامعة يكون ناصر بالآي زي هيك. غلط، لازم يكونوا نفس الاسم بالحرف. فالأوراق اللازمة هي جواز السفر لازم يكون ساري المفعول ويستحسن يكون ضايل له لحتى ينتهي أكثر من 6 شهور. شهادة الجامعة أو المصدقة اللي هي النسخة اللي بالإنجليزي، كشف علامات الجامعة اللي هو برضو النسخة اللي بالإنجليزي. عندنا بالأردن بعطونا نسخة بالعربي ونسخة بالإنجليزي، فبتبعت لهم اللي بالإنجليزي. بتعمل سيرة ذاتية أو CV، لازم تكون نسخة حديثة. فيما بعد رح أعمل لك فيديو منفصل كيف تجهز سيرة ذاتية احترافية وتنقبل وين مكان. بده يكون عندك 2 recommendation letters، يعني رسالتين توصية، واحدة فيهم يكون موقع عليها مسؤولك في شغلك الحالي إذا كنت اشتغلت في أكثر من مكان. رخصة مزاولة المهنة اللي هي أنت مطلعها من بلدك بدها تكون بالإنجليزي، إذا كانت بالعربي بتترجمها في أي مكتب ترجمة. إذا كنت حاصل على مزاولة المهنة من أي بلد ثاني، مثلا قطر، دبي، السعودية، أي مكان ثاني، بدك تبعت لهم من نسخة المزاولة الأجنبية بالإنجليزي. شهادة الانتساب لنقابة التمريض الأردنية برضو بالإنجليزي. وفي شيء اسمه الهيلث إيفيدنس اللي هو شهادة اللياقة الصحية، بتعبي نموذج بتنزله من موقع نقابة التمريض البريطانية اسمه Complete Self Declaration اللي هو أشهد بأنني لا أمتلك أي عاهات أو أمراض أو مشاكل صحية تمنعني من القيام بواجبات عملي على أتم وجه إلى آخره. شهادة عدم محكومية من بلدك باللغة الإنجليزية بتاريخ خلال أقل من سنة قبل تعبئتك للطلب. حكينا عن الهيلث إيفيدنس، في الكاركتر إيفيدنس إنه بدك تثبت حسن سيرك وسلوكك. أولاً يجب أن تخبر نقابة التمريض البريطانية عن أي جريمة اقترفتها أو اعتقال تعرضت له في بلدك، أي عقوبات تلقيتها في بريطانيا أو أي بلد آخر غير بلدك. ليس واجبا أن تخبر النقابة عن أي جريمة تمت تبرئتك منها أو مخالفة لم يترتب عليها عقوبة أو حادث سير لم يتسبب بوفاة أو إعاقة دائمة. يجب الحصول على عدم محكومية أو حسن سيرة سلوك من كل بلد أقمت فيها أكثر من سنة خلال آخر 10 سنوات، ويجب الحصول على شهادة تسمى Disclosure and Bearing Service Check إذا أقمت في بريطانيا نفسها أكثر من 3 شهور. بعد هيك بتروح على نقابة التمريض في بلدك بتطلع شهادة حسن سيرة وسلوك، في الأردن بسموها Good Standing Certificate، بتكلف أظن 5 دنانير ونص أو 6 دنانير ونص، وبتكون صالحة على 3 شهور. بعد الهيلث ايفيدنس والكاركتر ايفيدنس في لانجويج ايفيدنس، لازم تنجح في امتحان للغه الانجليزيه، هم معتمد عندهم الايلتس والاو اي تي، واحد فيهم بدك تنجح فيه، وكمان شوي بعطيك تفاصيلهم. التست اوف كومبيتنس، في امتحانين مزاوله للمهنه في بريطانيا، امتحان نظري بتقدر تقدمه سواء في بلدك او في بريطانيا، وامتحان عملي مش موجود الا داخل بريطانيا بتقدمه بعد ما توصل.
فبدك يكون معك شهادة انك نجحت على الاقل في النظري، تحطها مع الاوراق. اخر شيء لازم تشترك في برنامج للتأمين ضد الاخطاء الطبية، فاذا عملت مشكلة، قتلت حدا، تسببت باعاقة دائمة، مرضت حدا، عملت مشكلة لاي بني ادم، في شيء اسمه Professional Indemnity Arrangement اللي هو برنامج للتأمين ضد الأخطاء الطبية، بيدفع عنك تعويض للناس إذا عملت بلوى. رقم 2، نبدأ نعبي الطلب. بتدخل على موقع نقابة التمريض البريطانية NMC اللي هو هذا هو، وبتعبي طلب الحصول على مزاولة المهنة. ما حداش يقول لي وين بلاقيه، لازم تكون لغتك الإنجليزية ممتازة. أنت رايح على بريطانيا، مهند اللغة الإنجليزية، دور عليه بنفسك. رح يطلب منك شغلتين، اولا صورة عن جواز السفر، ثانيا صورة عن المؤهل العلمي اللي هو شهادة الجامعة. فبتبعت لهم صورة عن شهادة الجامعة اللي بالانجليزي وصورة عن كشف علامات الجامعة اللي بالانجليزي. بعدها بيطلبوا منك تدفع 140 جنيه استرليني اللي هو تقريبا 127 دينار اردني، وتستنى يجيك الرد من النقابة غالبا اسبوعين، ورح يردوا لك ايميل انه تمت عملية التسجيل، بلش ادرس للامتحان. رقم 3، امتحان CBT. احنا قلنا قبل شوي انه عشان يعرفوا انك كفؤ لمزاولة المهنة لازم تقدم امتحانين، النظري والعملي. هسه راح احكي لك عن النظري. النظري اللي هو امتحان NMC CBT Nursing and Midwifery Council Computer Based Test. هذا الامتحان بيكون من اسمه بتقدمه على الكمبيوتر، مش ورقي، ممكن تعمله في بلدك. اخر مرة سألت في الاردن بنعمل في نقابة التمريض تقريبا كل شهر او شهرين مرة، وبنعمل في شركة اسمها STS على الدوار السابع تقريبا كل يوم سبت مرة، فانت بتختار اللي بدك اياه. الامتحان بتكون من 120 سؤال، ضع دائرة multiple choice، ويجب ان تنهي الامتحان خلال حد اقصى 4 ساعات. اسئلة الامتحان 3 اقسام، 50 سؤال عن general nursing competencies، يعني adult one, pre-adult, fundamentals، الاشياء الاساسية. 50 سؤال عن nursing competencies from specific field، راح تلاقي أسئلة maternity، أسئلة pediatric، أسئلة mental health، أسئلة geriatric، متنوعة اللي هو الأدلتو والcritical الأشياء المتقدمة. وفي عندك 20 سؤال عن critical question and patients and public safety. هذول العشرين سؤال الأشياء المهمة زي مرضى الcritical والأشياء القانونية اللي هي بدك تحفظ القانون البريطاني الصحي، بدك تحفظ شو واجباتك، بدك تحفظ متى يتم سحب اللايسنس منك، بدك تحفظ متى بتنحبس اذا عملت مشكلة لمريض، بدك تحفظ متى تعتبر مهمل، بدك تحفظ متى تعتبر انت افشيت اسرار مريضك ويحق له انه يرفع لك قضية. هاي عليها 20 سؤال. قديش علامة النجاح؟ علامة النجاح 60%، يعني 120 سؤال بدك تحل منهم 72 سؤال، بشرط الجزء الثالث اللي هو 20 سؤال تبعت الكريتيكال بدك تجاوب منهم 90%، يعني 18 سؤال. جميع أسئلة الامتحان تصلح كصح أو خطأ، ما في إشي صحيح وأصح أو صحيح جزئيا، يا أو يا لا. كيف بدي أحجز للامتحان؟ تدخل على الإنترنت، تكتب أين يقدم امتحان CBT البريطاني في الأردن أو اسم بلدك يعني، فبتلاقي مكتوب مثلا نقابة التمريض، وبتلاقي مكتوب شركة STS، هاي عندها موعد كل شهرين، هاي فيها موعد كل يوم سبت. تكلمهم بالتليفون او عن طريق الانترنت، بتحجز وبتحول لهم من بطاقتك البنكية رسوم الامتحان، وبتبلش تدرس للمادة. طبعا بعض المستشفيات تسمح لك انه تعال زي ما انت وقدم كل الامتحانات عنا، ولما تنجح تستلم شغل، بس نصيحة هاي مخاطرة لانه ما بتضمن تنجح في الامتحانات. الامتحانات مش صعبة، لكن مش مستاهل انك تخاطر، لانه بعض هاي الامتحانات مسموح لك تعيدها 3 مرات بس، فانجح فيها واطلع على المضمون. طب قدمت الامتحان، كيف بدي اعرف نجحت ولا لا؟ ما هو انت لما تحجز الامتحان بتعمل اكاونت على موقع بيرسون فيو تبع الامتحانات، بيكون لك يوزر نيم وباسورد. بعد الامتحان ترجع بتدخل على نفس الموقع، بتدخل يوزر نيم الباسورد، بتدور على نتيجتك. عاده بتجيك النتيجه في ظرف ماكسيمم 48 ساعه. ويقال انه كل ما كنت مظبط في الامتحان اكثر وعلامتك اعلى تجيك العلامة اسرع. انا قدمت الامتحان، طلعت من الامتحان يدوب دخنت سيجارة 6-7 دقائق اجتني النتيجة ناجح، وكنت متأكد اني جايب علامة كويسة. لو انت ما استفسرت عن النتيجة خلال اقل من 48 ساعة بتجيك بالبريد الالكتروني. طيب السؤال المهم، ابو يوسف لو انا رسبت بالامتحان بقدر اعيد؟ نعم تقدر تعيد، لكن لازم تستنى 4 اسابيع 28 يوم قبل ما تقدم المرة الثانية. الخطوة الرابعة التقدم لوظيفة ممرض غير مسجل أو assistant nurse أو اللي بسموه pre-registered nurse، لأنه أنت لحد الآن ما أخذت مزاولة المهنة فتعتبر ممرض مشارك أو ممرض مساعد، فأنت بتدور
على شغل في المستشفيات، بتقول لهم انا بني ادم ماشي في البروسيس تبعت رخصه مزاوله المهنه، لسه ما حصلت عليها، شغلون عندكم شهر او شهرين قبل ما اوصل واقدم الامتحان الثاني اللي هو المزاوله العملي، وبس اقدمه بصير ريجستر نيرس وباخذ راتب ومميزات الريجستر نيرس. في واحد بيسالني ليش ما جبت سيره امتحان اللغه؟ ما انا قلت لك تقدر تقدمه في بلدك او بعد ما توصل بريطانيا، فراح احكي عنه فيما بعد. بتقدر في هاي المرحله انه انت نجحت في السي بي تي بس تدخل على النت وتدور على شغل في بريطانيا، راح تلاقي فرص عمل اكثر من 38 الف ممرض مطلوبين في بريطانيا. ابعت لكل مستشفى، بعضهم راح يقول لك في مقابله اونلاين على سكايبي او زوم او غيره، ادخل اول مقابله ولو على سبيل التجربه، شوف ايش بيحكوا، شو بيعرضوا عليك راتب، علاوات، مميزات، زيادات الى اخره. وبدك تكون يعني بدك تكون حذر، لانه في بعض المستشفيات بتحاول توفر، بقول لك الراتب كذا بدل سكن كذا باكل عليك بدل مواصلات، او بدل مواصلات كذا باكل عليك بدل سكن، فبدك تكون صاحي. بعد هيك لو اتفقت مع واحد من هاي المستشفيات راح يبعث لك الجوب اوفر، عرض الشغل، بتوقعه بترجع لهم اياه. بعد هيك المرحله اللي بعديها المستشفى راح يبعث لك ما يسمى برساله الرعايه. ما بصير اي بني ادم يدخل بريطانيا ويلاقي شغل او يدور على شغل بدون ما يكون في شركه او مؤسسه او مستشفى او فندق عامل له رعايه، نفس نظام الكفيل الموجود بالخليج. انت في الخليج لك كفيل اللي هو المستشفى، في بريطانيا لك سبونسر اللي هو المستشفى. ففي شيء اسمه COS او Certificate of Sponsorship ببعث لك اياها المستشفى وانت لسه في بلدك، عشان عليها تطلع التذكره والفيزا والاقامه والاشياء هاي. ستة بعديها بتقدم على السفارة البريطانية، في فيزا خاصة بالعاملين المهرة او الناس اللي زينا اللي بيشتغلوا بس على شهادة، زي الممرضين، زي المحامين، زي المحاسبين، اسمها تاير 2. بتقدم طلب للحصول على فيزا تاير 2 للسفارة البريطانية. رقم 7 حجز الطائرة والطيران الى بريطانيا. ممكن تكون لهاي المرحلة انت صرت تلاقي شغل فعليا متفق مع مستشفى، فاذا كنت انت متفق مع مستشفى، معظم المستشفيات هذه الأيام بتقدم تذكرة الطيران إلك على حسابهم، وإذا كنت متزوج زوجتك وأولادك على حسابك. بدك تدير بالك إنه أول 3 أشهر صعبات شوي، لأنك راح تشتغل براكتيكال براتب أقل من راتب الريجستر نيرس، فبدك تأخذ معك مبلغ من الفلوس يكفيك. بس تصل هناك بتقدم امتحان اللغة إذا ما كنت قدمته في بلدك، وبتقدم امتحان المزاولة العملي، وبعدين بتحصل على مزاولة المهنة البريطانية، بتصير ريجستر نيرس، وبصير ينزل لك راتب زي البشر. قصدي يعني راتب ممتاز، مش انه قبل بتكون تشتغل ببلاش. هنيجي الان نتكلم عن امتحان اللغة الانجليزية. يجب ان تثبت مهارتك في اللغة الانجليزية باحد الطريقتين التاليتين، يا بتنجح بامتحان ايلتس يا بتنجح بامتحان OET. امتحان الايلتس هم الاثنين كل واحد بتكون من 4 اقسام، الليسننج والسبيكينج والريدينج والرايتينج. امتحان الايلتس عشان تطلع على بريطانيا كممرض لازم تكون معدلك العام الاوفر اول 7 من 9، وتكون جايب في كل جزء على الاقل 7 من 9. امتحان الاو اي تي بيكون علامته من 500، فانت مطلوب منك على الاقل 350 من 500، يعني بي او بي بلس او اي اذا بتقدر. 350 من 500 كمعدل، و350 من 500 في كل جزء من الاجزاء الاربعه. من وجهة نظري العلامة المطلوبة في الـ OET أقل من العلامة المطلوبة في الـ IELTS، بس في ناس بيشوفوا هذا أسهل، في ناس بيشوفوا هذا أسهل. طيب أبو يوسف، إحنا معظمنا ما بنحكي إنجليزي كويس، لو رسب في الامتحان بيطلع لي أعيده؟ طبعا تقدر تعيده، امتحان اللغة بتقدر تعيده 100,000 مرة، لكن إذا ما حققت المعدل المطلوب منك في أول جلسة تقدر تحققه على جلستين. يعني هم طالبين في كل جزء الـ IELTS مثلا، هم طالبين في كل جزء 7 من 9، فانت بتقدر تقدمه مرتين، مره تجيب 7 في الليسننج والريدنج، ومره تجيب 7 في السبيكينج والرايتنج، خلص انت هيك ناجح. بشرط ما يكون المده بين جلستين الامتحان اكثر من 6 شهور، انك تقدم الاجزاء الاربع بنفس التاريخ، لانه انت لما تقدم ايلتس ممكن اقول لك السبيكينج في يوم والثلاث اجزاء الثانيات قبل بيوم او بعد بيوم، صارت معي. بالنسبه لامتحان الايلتس لازم يكون معدلك في كل جزء اكثر من 6.5، ومعدلك العام يعني 7 في المرتين، لما تقدم نتيجة جلستين مع بعض على أساس يتجمعوهم ويشوفوا الأعلى. وبالنسبة للـ OET برضو لازم يكون معدلك في كل جزء أكثر من C+، ولازم يكون معدلك العام B أو أكثر. يعني ما بنفع المرة الأولى تكون جايب مثلا في الـ IELTS 7 speaking و3 في الـ reading على الفاضي. طيب قدمنا المزاولة النظري نجحنا، قدمنا امتحان الانجليزي نجحنا، بعتنا الشهادات، عبينا الطلبات، دفعنا الرسوم، سافرنا على بريطانيا، وصلنا، دخلنا على المستشفى، شو الخطوة اللي بعديها؟ امتحان المزاولة العملي او الاوسكي.
الـ OSCE اللي هو Observed Structured Clinical Examination. هذا الامتحان تتذكروا الـ Certificate of Sponsorship، بتحفظ بالضبط متى تاريخها وبتقدم هذا الامتحان خلال 3 شهور من وصول هاي الرسالة لك. مراكز امتحان الأوسكي موجودة في بريطانيا فقط، فما بتقدر تقدمه لا في بلدك ولا في أي بلد ثاني إلا في بريطانيا، فلازم تسافر هناك وتقدمه داخل بريطانيا. بتكون من 6 أجزاء، 3 أجزاء عبارة عن سيناريوهات متخيلة لمرضى، وبطلب منك تعمل assessment, implementation, intervention, care plan, evaluation وإلى آخره. يعني ممكن أقول لك مثلا أنت بالطوارئ أجاك واحد عنده chest pain، إيش بتعمل له؟ care plan كاملة، 5 خطوات. 3 أجزاء عبارة عن مهارات سريرية clinical skills، ممكن أقول لك وريني كيف بركب الانجي تيوب، اشرح لي كيف تركب الكانيلا، اشرح لي كيف بتعمل سكشن لمريض الاي سي يو. ملاحظة مهمة، تستطيع اختيار فرع من التمريض عشان تقدم في هذا الامتحان او تاخذ فيها المزاولة. ممكن انت لو مشيت بكل الخطوات اللي قلت لك عنها تطلع ممرض جنرال وبعدين تختص على مهلك او الحقل اللي انت ناوي تتخصص فيه، تقدم فيه ماجستير او دكتوراه، او من الاول تقول لهم انا بدي اقدم امتحان مزاولة مهنة مثلا بيدياتريك او منتل هيلث اللي هي سايك او ادلت او ديسيبلد بيشنت اللي هي الاعاقات. ما بتقدر تقدم نفس الامتحان لفرعين بنفس الوقت، لازم من الاول تقرر ايش بدك تتخصص. طب هذا الاسكي لو فشلت فيه بقدر اعيده؟ تقدر تعيده، بس لازم تكون فترة اقل من 8 اشهر من تاريخ بداية الفيزا تبعك، لانه لو مر عليك 8 اشهر وبتراسب مرة وما عدت الثاني خلاص ترجع لبلدك. كم مرة كحد أقصى ممكن تنجح في الأوسكي؟ معك 3 مرات فقط. وين بتقدم هذا الامتحان؟ هذا الامتحان بتقدم في بريطانيا في 3 أماكن فقط، جامعة نورثامبتون، وهي الجامعة الوحيدة التي تتميز بأنه في امتحان المزاولة للريجستر نيرس وللبراكتيكال نيرس، رقم 2 جامعة أكسفورد بروكس، ورقم 3 جامعة أولستر. هاي الجامعة موجودة في إيرلندا الشمالية على فكرة، مش في إنجلترا. طيب قدمت الأوسكي ونجحت وبنفس اليوم طلعت النتيجة، أنا ناجح، شو الخطوة اللي بعديها؟ في اشي اسمه جلسة التحقق من الهوية، الايدنتيتي تشيك، بتم في نفس اليوم اللي قدمت فيه امتحان الاوسكي، لانك في نفس الساعة راح اقول لك نجحت او لا. بتروح تاخذ معك نسخة من الوثيقة اللي استعملتها في حجز الامتحان، سواء جواز سفرك او هويتك او شو مكان، نفس الوثيقة اللي استعملتها تاخذها معك، بتقول لهم هاي شيء، هاي جواز سفري وهي صورتي عليه وهي انا نفس الشكل، اه معناته انا محمد ناصر. نجحت في كل هاي الامتحانات، تستنى 35 يوم تحصل على مزاولة مهنة التمريض في بريطانيا، ألف مبروك، وتقدر تشتغل ابتداء من اليوم. وبعطوك اشي اسمه الـ NMC بن اللي هو الباجة تبعت النقابة، تقدر تلبسها وتصبح جاهزا للالتحاق بسوق العمل. طبعا انت مجرد ما وصلت لبريطانيا انت اصلا عامل مقابلة ولاقي شغل، بتروح المستشفى بتقول لهم هيني جيت، بتبلش شغلك كعامل تمريض او ممرض براكتيكال لحتى تنجح في الأوسكي وتأخذ مزاولة المهنة وتأخذ دبوس النقابة اللي هو الـ NMC badge أو الـ NMC بن. تقدر توقف الفيديو هون تتمعن شوي بالجدول، وإذا بدك خذ منه سكرين شوت بنفعك لقدام. في التفاصيل المملة لكل امتحان قديش بكلف أول مرة، وكل امتحان بكلف لو رسبت وبدك تعيد، لأنه أغلبية الامتحان المرة الثانية أرخص من الأولى. بالنسبة للأوسكي زي ما أنت شايف في الجدول، لو رسبت في جزئين من الستة إلها تكلفة، ولو رسبت في 4 أو أكثر إلها تكلفة ثانية. كله على بعضه بطلع تقريبا 1170 جنيه استرليني، هذا من عدا امتحان اللغة طبعا. المرة الجاي راح أقول لك إيش راح تستفيد لو اشتغلت في بريطانيا، يعني بالعربي شو راح يعطوك بدلات وعلاوات وامتيازات غير راتبك الأساسي. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، والسلام عليكم ورحمة الله.